داك اللون ديال داك الرايه اللي سالي في الدم ما يمكنناش نشوفوا شي حاجه ونسكتوا. شفنا بزاف وسكتنا وكنا كنقولوا هانيه. الحاجه الوحيده اللي جيت نهضر عليها هي داك الحقد اللي حقد علينا بنادم حنا، ما كنهضروش على هادشي. انا جيت. السلام الله عليكم الاخوان ومرحبا بكم في تحريصه جديده، تحريصه 5 ساك. وفي هذا الفيديو غنشوفوا رد الفعل ولد القريه من بعد ما راى القميص الوطني كيحرقوا بعض الاخوه الجزائريين، وكنشوفوا الروح الوطنيه العاليه عنده. كنحييه على هذه الروح الوطنيه وكنشكروا على هذا الرد، هذا اللي كان رد منطقه وفي المحل ديالو. وخليكم مع فين اخوتي، فين عشراني، فين المغاربه الحرار، تحياتي لكم. وغي سمحوا لي، واخا انا كنهضر في الكونديات ديالي وما كنتدخلش في شي حتى شي حاجه، ولكن داك اللون ديال داك الرايه اللي سالي في الدم ما يمكنناش نشوفوا شي حاجه ونسكتوا. شفنا بزاف وسكتنا وكنا كنقولوا هانيه، فهمتيني، براسو بنادم. ولكن دابا لا، شتا اخوتي واحد الناس اللي شادين التوني ديال المغرب وتيحرقوه. اول حاجه هادي كرة، نربحو نخسرو، نتأهلو نتقصاو، ما عندناش مشكل. فرقة نوبة كتعطي كتفرحنا، نوبة تقصات ما كاينش مشكل. الحاجة الوحيدة اللي جيت نهضر عليها هي داك الحقد اللي حقد علينا بنادم حنا، ما كنهضروش على هادشي وكنخليوهم. تنقولو الحكومات بيناتهم دبر راسهم، يعضو في الريح، ما سوقناش. حنا الشعب تنبغيو الشعب، حنا نهار ربح المنتخب ديال الجزائر ودا الكاس راك شتي وجاد كلشي في الحداده فرحان معاهم. حنا نهار تقصاو ربي اللي عالم من قلبنا ما بغيناهمش يتقصاو. كنقولوا خوتنا، كتوقع شي حاجه للشعب تنضامنوا معاه. والرجال رجعنا لبزاف ديال الطراكات ديالي، انا تنهضر وتنهضر كنضامن فيهم مع الشعب الجزائري. خليني من البيف اللي كان بيناتنا كروابا، كنهضر من قبل ملي كنا تنربيو، كان دائما كنضامنوا مع الشعب الجزائري في اي حاجه كتوقع له، حيت خوتنا. الكره باش خسرنا تقصينا طلع طويبيه في سطوري في كدا ما كاينش مشكل. كنقولوا حنا كنروح الدعابه في كره شي مطلع على شي ما كاينش مشكل. توصل يا اخي تهز التوني ديالنا وتحرقوا، لا اسمح لي، هذه ماشي اخلاق المسلمين، فهمتيني، هذه اخلاق تبونيه تبع الرئيس ديالكم، هذاك اللي عنده 4 في عقل. كتحرق التوني كتهيننا حنا كشعب، وحنا وانا واحد من داك الشعب، انا اقل واحد كاين بداك الشعب، اتفه واحد. مرضانيش هادشي هذا، العيب ديالنا حنا اللي كنفرحوا لكم ملي كتفرحوا، تنبكيو معاكم الا بكيتو. ساعه نتوما قلبكم حاقد علينا، قلبكم عامر، وكتفرحوا لنا ملي نبكوا، ملي كنبكيو كتفرحوا لنا. سمعت للراقي ديالهم اللي قال لك بان حنا كنربحوا بالسحور، وبقينا كنضحكوا. وانت راقي وكتعرف بينك وبين اللي خلقك وكذا وهادي، وكتهضر داك الهضره هذيك في كوره وهادي وبقينا كنضحكوا. خديناها فهمتني بروح للدعابه، ولكن باش توصلوا تحرقوا لنا التوني، لا لا خوتي، التوني ديالنا راه خط احمر هذاك. هكا كتخليو بان دابا هادي الحكومه ديالكم قدرت تزرع فيكم روح الفتنه. هذا بقى حنا كنا كنقولوا الشعب خاوه خاوه، ملي غنشوفوا حنا الشعب كيحرق لنا التوني اذن حنا ما بقاش خاوه خاوه. انتوما اللي بادين سنو بالسني والعين بالعيني والبادي اظلم، انتوما اللي بديتوا معنا هذا الشيء. هذا هنا دخلتوا الكراهيه بيناتنا، ميز الكراهيه دخل بيناتنا، حنا اللي عايشين معانا على الراس والعين. حنا راه ما ناديوش شي واحد منهم، نديرو فوق راسنا الله حبوبي، حيت الاخلاق ديالنا ما كتعطيناش باش ناديو شي واحد. ولكن نتوما برهنتيو على بانكم كراغله ديال بصح، وبانكم ماشي جوج في عقل، 10 في عقل عالم. وديما كنقولو حنا الجزائريين خوتنا، ساعه طلعتيو الزيرو بلا ما نولي نعاود لكم، فهمتيني، الا بانت المعنى لا فايده في التكرار. شوف البيف دراب في 2021 راه التالي فينا، خلاكم تدورو تفزكتيو في مرة تبليتو تهزين الراية البيضاء كاملين. و
ودابا ملي درتي وادي ديال التونيت تسناو الريبونسات ديالنا حنا عاوتاني، وما تقلقوش منا ما يطلع لكمش الدم، حيت حرقتي التوني مسيتي ونا حنا. التوني ما عندوش علاقه بشي واحد كيما بغى يكون، التوني عنده علاقه بالشعب، عارفيننا مزيان، ما عندناش مع الشفاوي بزاف كنطبقوا، وحاشا جوادكم الرجال ديالكم ما تهضروش عليهم حنا اللي منهم القبائل، كنهضروش عليهم واللي هو الجزائري بصح نيفو همه ما يديرهاش، كنهضر على ولاد فرنسا العباده ديال التبون، حنا ولادها وما نحملوش واحد كما بغى يكون نوعه ماشي ولدها يهز حجبانه فيها، ماشي عاد يهضر عليها مستعدين ماشي غير نموتوا عليها، حنا عسكر بلا سلاح. هذا آخر خبر في الشان تاني، رافقتكم السلامة وستر مولانا، سلموا على الفاميلة، تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.